بنات روزلاند تعالوا لي كده، جايبه لكم ليب جلوس جديد او روج جديد من ساندرا، شكله تحفه، درجاته خطيره، ودي درجه من درجات الجمال اللي انا حطاها، خطيره قوي، شكله بقى يجنن يجنن يجنن، وفي كل الدرجات اللي انت ممكن تحتاجيها، درجاته الصراحه خطيره، يعني في كشميرات، في فوشيا وبينك، في درجات النود، في درجات الجملي والبني، درجات الصراحه كلها خطيره. تعالوا بقى نتفرج كده على الدرجات. بصوا ده الباكج بتاعه وشكله عامل ازاي، بصوا الاحمر، شايفين الباكج بتاعه عامله ازاي، شكله حلو قوي 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 اهو. ده اشكال حلوه من ساندرا عاملاها لنا جديده. بصوا بقى ثبات السنين فيه، بصوا الدرجه، بصوا الدرجه عامله ازاي، بصوا الدرجه الاحمر دي اصلا كمان مظلومه جدا في الكاميرا. بصوا الدرجه النود دي خطيرة خطيرة، اصلا مش باينة على الايد، بس عاملة ازاي، تحفة قوي. طبعا الدرجة النبيتي، الدرجة دي برضو حلوة جدا. بصوا الدرجة، شايفين اصلا البيجمنت بتاعته، شايفين شكله عامل ازاي. برضو نجرب الدرجة اللي هي الجملي دي، دي حلوة قوي 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 قوي، دي اللي انا حاطة منها يعتبر. بصوا الدرجة عاملة ازاي، تقلي بقى وخفيفي براحتك كده، درجاته كلها حكاية. وعاملين عليه عرض عندنا بروزلاند بكام، بكام، 45 جنيه بس عندنا بروزلاند، ثباته قوي جدا، يعني هيتشال بريموفر، الوانه كلها تحفة، سعره حلو جدا. نشوفكم الفيديو الجاي في عروض جديدة. ثواني الاكس باي طبعا مدة صلاحية 3 سنين، انتاج 2024. بصوا ساندرا طبعا يا جماعه بتتكلم عن نفسها، شغلها، شوفوا الفيديو الجاي في عروض جديده. باي باي.